صباح الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. انا هلا انضميت لكم بألايف ومعي رندا اليوم بإيت سمارت. رح نبلش موضوعنا عن الدهون. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحه. اليوم اكيد بدي اذكر المشاهدين انه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم بتتابعوني. وطبعا مثل العاده تينا رح نكون عم نبلش بخبريتي. خبريتي اليوم هي لها علاقة على بالكبد والسكر وعلاقته بالكبد. هلأ الدراسات الجديدة دايماً عم يكون في دراسات لها علاقة بالفركتوز والكبد، ولكن هون هذه الدراسة قارنت عدة أنواع السكر اللي هو الفركتوز، الجلوكوز والسكروز. اللي بدي أقوله أنا سكروز هو السكر لبسط الأمور، سكر اللي بنضيفه، سكر الأبيض اللي نحن بنزيده على الأكل. مظبوط. الفركتوز هو أكثر شيء مبدئيا مفروض يكون السكر موجود بالفواكه، ولكن فركتوز كمان موجود بالعسل، والفركتوز صار عم ينعمل منه محليات وينزادوا على الاشياء اللي هي بتحلي اكيد اللي فيها وحدات حراريه كبديل للسكر، يعني كبديل للسكر. فهون صار استعمالهم كثير كثير زايد بالاسواق، ومن هون العالم عم يستعملهم زياده، وكان في علامه استفهام على علاقه هالشيء بالكبد. فمظبوط من وراء هالدراسة اللي أخذت عدد كبير من الأشخاص وقارنت هالأنواع من السكر، تبين أنه الكبد وقت عم ياخد زيادة من السكر الفركتوز والسكروز عم يكون عنده مشكلة بأنه هو يحرق الدهنيات. بالعكس هو عم يحول هيدول السكر إلى دهن، وهيدا الدهن عم يتخزن بالجسم. هلأ هو عم يتخزن بالجسم، أول شيء طبعا هالشي يؤدي إلى زيادة بالوزن. إذا هو عم يتخزن بالجسم هيدا الشيء عم يؤدي إلى الالتهابات، ومنا التهابات بالكبد، ومنا التهابات عند النقط الحساسة عند الإنسان مثلا اللي هو معرض للكوليسترول، بيعلى الكوليسترول، تريغليسيرايد إلى آخره. نعم. هلا هون بينما ليش ما عدت حكيت انا على الجلوكوز؟ الجلوكوز اللي بدي اقوله تينا هو السكر اللي نحن الجسم عم يحاوله، يعني اكلت الخبز بكون عم يقصقصها، هي الجلوكوز عم يعطي منا طاقه. فاذا هيدا اللي هو نحن بحاجه له. نهاية هالستدي هي اللي انعطى للأشخاص 80 جرام من هالأنواع من السكر، و80 جرام هن مقارنة بقنينتين من الصودا اللي فيها المحلية بالسكر، يعني المظبوط. فهون مشان هيك بنرجع على الدراسات اللي بتقول ماكسيموم السكر المضاف اللي النساء بدها تضيفه على أكلها في يوصل، فينا ما نضيفه وعايشين كتير مظبوط، لأنه نحن بحاجة للجلوكوز عم ناخده من مصادر معينة، الفركتوز اللي هي عم ناخدها من الفواكه. ولكن إذا نحن بنستحلي وبدنا نضيف عند النساء مش أكثر من 25 جرام، هي كمية منا كتير كبيرة، يعني تطلع تقريبا ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة. وعند الرجال مش أكثر من 37 جرام. فإذا هون بدنا ننتبه، وهالدراسة حتى ترجع تنبهنا على هالسكر المضاف هو عم يؤدي لمشاكل بالكبد. سو منشان هيك منقول إنه الإنسان فيه يعيش بدون سكر مضاف الأبد الأبدين، يعني نحن مش بحاجة لهالمادة. أبدا نحن مش بحاجة لها، ولكن بنرجع بنحكي إنه في أشياء طيبة هي موجودة فيها. هون اللي بده، هون في عنا قرارات، في يقرر الإنسان إنه هو عن جد ما في ياخدها. وبتعرفي يعني مثل كتير أشخاص ما بياخدوا السكر، هالنوع من السكر، وعايشين حياة عم يتلذذوا بالمأكولات التانية وصحية. وفي كتير أشخاص بيربطوا السكر كمان بالمزاج أو بالمود رندا، كمان هذا شيء فينا نلاقي له غير بديل. طبعا ما هو السكر تينا إذا عللنا المود ريحنا، قصدي ما هو وقت يريح المود بعدين رح يرجع يهبط بالجسم، وترجع كمان يصير عندنا مشاكل اضطرابات بالمود لنرجع نطلب سكر مره ثانيه. فاكيد البديل هو الشيء الطبيعي. برجع بقول يعني قطعه الفواكه رح تكون بديله، نجيب اللبن ونقصقص بقلب الفواكه. في عندنا عده اختراعات، يعني عندنا مجالات بعدين كنا عم نحكي عنها. اليوم موضوعنا هو الدهون. ما بعرف اي احسن، سكر ولا دهون ولا ايد بايد بيمشوا. لا تينا، ما انا هون بدي ارجع انه وقت ارجع على السكر الطبيعي اللي نحن اخذناه من وراء الاكل، اللي هو اخذناه من وراء الباستا، من وراء الرز، الخبز، هذا سكر جسمنا بحاجه له. بعدين نحن بنرجع على موضوعنا تقريبا هو الكميات. اكيد يعني نحن بحاجه لهم للطاقه، اكلنا زياده
خلص ما الجسم استعمل للطاقة الزيادة بده يخزنها. هلا برجع للدهن، اليوم بالدهن اكيد نحن حكينا كثير عن هالمواضيع، بس انا باخذ اشياء هيك معينه بكل حلقه. اليوم بدي بعد ما احكي عن بالاجمال بدي اخبر المشاهدين على الكميات اللي انتم يمكن بحاجه لها والكميات المضافه اللي اوقات انتم ما بتنتبهوا لها. والحلقه اليوم هي بسياق انا حكيت قبل عن البقوليات، حكيت قبل عن النشويات، عن البروتين، عن كيف الانسان اوقات بياكل زياده عن اللزوم باشياء هو ما بينتبه. وهون حتى أنا إذا ما بدي أحكي على أنه بتضر بمحل معين لأنه رح تكون يمكن كتير مفيدة، ولكن أوقات بيرجع الشخص بيقول لي بس ما أنا عم بعمل كل شيء وأكل كل شيء صحي وكل شيء نظيف ولكن ما عم بخسر بالوزن. بتصور المشكلة رندا هي مثل ما قلت أنه الواحد يكون عنده هالوعي كيف عم ندخل بعض المواد على جسمنا. مزبوط. يعني أنه كتير صعب كمان أنه تاخدي طبخة أو وجبة أو تكوني معزومة على عزيمة وتعرفي فعلاً قدي عم تاخدي كمية دهون تنقول مثلا. تينا ما بدنا نكون هالقد نحن عم كأنه عم نقاصص حالنا صرنا وقتها هالقد عم نزين. نحن وقتها رحنا نزور عالم يا ريت يلا نرجع بنزور عالم ونكون عازميننا على الأكل، ما هيدا نفسيا بيكون كمان عم يريحنا. وهيدي شغلة هي منا الكل يوم عم نعملها. يعني نحن بدنا نرجع على نحن كل يوم في إشياء هيك رؤوس أقلام نكون عارفينها، ومن هنيك وقتها يصير في تغييرات ما عليه. يعني ما بدنا نقاصص حالنا، ما في شيء اللي هو بنقول له الاحمر والاخضر جرين لايت وريد لايت، لا معلش، بس بدنا نعرف نحن الاساسيات. لارجع هون للاساسيات، الاساس اللي كله بنعرفه انه الدهن شغله كثير مهمه للجسم، مهمه للدماغ، مهمه. عندك فيتامينز اي دي اي كي الجسم ما بيقدر يمتصهم اذا ما عم تاكل دهنيات، وفي دهنيات بجسمك. لنمو الولد، نمو دماغه بده دهنيات، دهنيات طيب، الأكل اللي فيه دهن طيب كمان حلو نكون عم نحطه دهن بيساعدنا لنشبع. يعني هولي أربع أشياء سريعة عم أقولهم على الدهن. أنت تحطي شوية زيت بالأكل بتشبعي، اللي حاطت شوية بيستو صوص نقطة مايونيز عطت طعمة طيبة كمان. فإذا نحن بحاجة لنكون عم ناكل دهنيات لعدة أسباب. هلا من هون كمان نعرف نحن عنا الدهنيات الجيدة واللي هي غير مشبعة، والدهنيات المشبعة اللي هي إذا كترنا منها مش كتير منيح، ودهنيات الترانس دايما بنحكي كيف نحن بنبتعد عنها. كمان هيدا الشيء هو متعارف عليه وصرنا بنعرف وقتا نحن بدنا نتجه لدهن بدنا نتجه للدهن الجيد. مثلا بتجه أنا للدهن الموجود بالسمك مثلا، الدهن طبعا سمكه خصوصا سمكه بنقول فيها اوميجا 3 مثل سمكه السامن لنقول، فهون في عنا دهنيات عاليه، ولكن هيدي هي الدهنيات الجيده. هيدي بدي اخذ منها وقت اتجه للزيوت خصوصا زيت الزيتون، هيدي دهنيات جيده بدي اخذ منها. وقت نتجه للمكسرات، وقت نتجه للافوكادو، فاذا هودي هن دهنيات جيده. وانا وقتها بدي اختار الدهنيات على الاكيد الاحسن اني اختار الدهن الجيد. هلا من هون بدي اخيرا الدهن الجيد حتى بدي انتبه انا للكميات اللي بدي اخذها. نحن بالاجمال الاكل اذا كان منظم اوكي بده يكون عندنا تقريبا بيوصل لل 35% من اكلنا هو دهنيات. فاذا دهنيات داخله ومنا كميه صغيره 35% كميه لا باس بها. هلا هون نحن طيب كيف بدنا نزين؟ يعني الاشخاص هون بدنا نعلمهم شوي كيف يزينوا هالدهنيات. هلا انا وقت اقول دهن مضاف، لكن نحن اكلنا دهن تينا، اكلنا دهن بالسمك او اكلنا بالدجاج او اكلنا باللحمه، طب وقت انا اجي اقول لهم للاشخاص اليوم انتم على غداكم فيكم تاكلوا السمكه اللحمه او الدجاج، في عندك اشخاص رح يختاروا السمكه اللي هي اقل شيء فيها دهن اوكي وشووها، هون بيطلع عنا كميه الدهن اللي فيها كثير كثير قليله. يعني عم بحكي كل 90 جرام اللي هو بيكون مشوي رح يطلع فيه ماكسيموم جرامين من الدهن. طيب اجى شخص ثاني اختار الدهن يكون هو لحمه ولكن لحمه غير مدهنه، اختارها بلا دهن ابدا، كثير منيح بال 90 جرام رح يكون عنده 3 جرامات من الدهن. عرفتي كيف؟ بينما اجى شخص ثالث اختار اللحم المدهن، اما اختار المقانق مثلا هون صار عندنا ب 30 جرام عندنا 8 جرامات من الدهنيات.
فانت حتى انت وعم تختار كلهم نحن بدنا ناكلهم للبروتين، بدنا ناكلهم بدنا طاقه، بدنا ناكلهم للنمو. ولكن انا هون فيي اعرف ومن البديهي اعرف انه في وحده فيها دهون كثير اكثر من الثانيه. برجع تينا على موضوع مش يعني بدي الغي وحده، بس انا بدي اكل اعتدال، وخصوصا هون اذا انا بدي نقص وزني. فاذا هون بيجيني شخص اللي هو عم ياكل اللحمه المدهنه، اوكي، اللي عم نحكي على 8 جرامات هون مش على الجرامين من الدهن بكل شقفه صغيره 90 جرام، سو عم ياكل كل يوم لحم مدهن، ما رح يضعف نفس الشيء مثل الشخص اللي هو نوع. اذا شخص اجى عم ياكل السمك كل يوم رح يضعف كثير اكثر. بينما انا ليش بقول لهم مش كل وحده بعطيهم رقمه؟ اول شيء رح يتعبهم هالشيء، رح يخليكم كل الوقت عم تفكروا، انتم بدكم تعرفوا فيكم تختاروا، ولكن نحن بدنا نختار حتى ننوع، ما بدنا نكون معلقين على نوع واحد. اولا حيلا رجيم او حيلا رجيم صحي انا بعمله بضلني عم باكل نفس الاكل، ما بالاخر بدي ازهق، اما بالاخر في نوع من التغذيه ما عم باخذها. فاذا انا هون بدي نوع، وهيدا التنويع اوقات رح اخذ هل اللحم اللي هو فيه شويه دهن اكثر او اللحم اللي فيه دهن اقل او السمك اللي فيه دهن كثير اقل. فهيدي نقطه حبيت اوضحها للمشاهدين. هلا النقطة الثانية اللي كمان بدي أوضحها هي عن الأجبان. مثلا الجبنة بتحتوي الدهن المشبع الساتشوريتد فات. نحن وقت ناخذ 30 جرام جبنة شقفة كثير صغيرة، اوكي، إذا كانت الجبنة الصفراء اللي هي الأكثر شيء فيها دسم فيها تحتوي على 6 جرامات من الدهن المشبع. هي ذاتها إذا كانت قليلة الدسم فيها جرام فاصلة 2 من المشبع، لكن أنا إذا عندي مشكلة، عم عاني مشكلة بقلبي، عم عاني مشاكل، مطلوب مني ما أكل الدهن المشبع أما أكله بكتير قليل، ساعتها هون أنا ما بدي ضلني مركز على هالجبنة الصفرة المدهنة. بس كيف نعرف الفرق بنوعية الدهن رندا؟ نعم، إذا كان مشبع أو غير مشبع. الغير مشبع تينا معروف هو موجود بالزيتون، موجود بالأفوكادو. لا عم بحكي عن الأجبان، لكن الأجبان كلها فيها دهون مشبعة. طبعا طبعا. وقت نتجه للحيوان، لكن خلص عندك الحليب، الجبن، الجبنه، اللبنه عم نحكي هون، اللحمه، هيدا كله صار فيه مشبع. ولكن نحن كمان نحن ما علينا ناكل دهن مشبع، بس مثل ما قلنا بكميات الاعتدال هو المضبوط. ومشان هيك هون الجبنه البيضاء هي طبعا فيها اقل دهن مشبع، اللبنه فيها اقل دهن. عرفتي؟ فنحن هون برجع بقول نختار هو التنويع، الاختيار هو بالتنويع. اوكي؟ هلا باخر نقطة هون بدي احكي عن الدهن اللي هو كثير جيد وكثير بجنن، وبدنا نحكي على الكميات. هيدا الدهن اللي احنا بنضيفه، لكن نحن اكلنا الاكل تينا وخلص صحيا صرت اعرف انا انه شو بدي اختار، صرت اعرف بشو كتر. هلا صرنا المشاهدين يعرفوا اي اكل اكثر اي اكل اقل، كثير منيح. ولكن انا كمان عندي دهن مضاف، يعني دهن بدي احطه بالزيوت، بدي اكل شوية زيتون، بدي احط شوية افوكادو بقلب الطبخة، بدي احط بذور بقلب السلد. فإذا هولي بنسميهم الدهن اللي نحن عم نضيفه فوق الأكلة اللي هو مش موجود بقلب الأكلة بحد ذاتها. فهون المفروض علميا هولي الأكثر شيء بطيبه يمكن طبعا، يعني بنختارهم تنطيب الأكل. علميا لشخص بياكل 1600 وحدة حرارية مثلنا نحن مثلا، طبعا في أشخاص بياكلوا أقل، في أشخاص بياكلوا أكثر، في أشخاص بياكلوا أقل. لل 1600 وحدة حرارية صحيا نحن بحاجة بس لأربع ملاعق صغار منهم حتى نحن نحافظ على الوزن. برجع بقول تينا نحن فينا ناكل كثير، انا باكل اكثر من هيك، بس اذا انا بدي نزل وزني ولحظه وانا باكل اكثر من هيك، بس مثلا يمكن ما باكل سكر. فاذا هون الانسان اللي عارف كيف عم يعدل كثير منيح. يعني اذا بدنا نعطي مثل اربع معالق صغار اعطينا مثل يعني بين البذور والزيوت وال هلا رح اعطي الامثله، بس هون حبيت كمان وضح تينا انه هو الأربع ملاعق صحيا، يعني الإنسان ما لازم ياكل أقل من هيك،
بس اكل اكثر كمان منه غلط. فهون لنبه ليش عم نقول هالاربع ملاعق صغار. هلا الملعقه الصغيره وقت اقول انا ملعقه زيت، رح احكي زيت الزيتون، الحصه هي ملعقه صغيره، هي اذا بدي احكي على المايونيز الحصه هي ملعقه صغيره، اذا عم بحكي على المايونيز لايت الحصه هي ملعقه كبيره. هون صار عندنا هالفرق. اذا بدي احكي على جوز الهند المبروش اللي هو من فئه الدهنيات، هون ملعقتين كبار هي تعادل ملعقة زيت صغيرة. إذا بدي أحكي على اللوز 6 حبات بتعادل ملعقة زيت صغيرة. إذا بدي أحكي على الجوز جوزتين كاملين يعني 4 أنصاف بيعادلوا ملعقة زيت صغيرة. شو 4 معالق صغار بسهولة بفتكر بيقطعوا كتير بسهولة خلال النهار، كتير بسهولة. يعني نحن إذا بناكل التبولة على ريحتنا وصلنا حقنا. إذا أو صحنا اللبنة مع الزيت على الوجه، اللبنة مع الزيت على الوجه. وعندي شغلة اكتشفتها مش من زمان، الأشخاص اللي بيقولوا لي رشينا زعتر، أنا كنت خمم مسكين الزعتر ورشوه، تاري هو الزعتر عم ينحط بقلب الزيت وبعدين عم يرشوه بالملعقة. الزعتر فيه سمسم كمان. مزبوط، بس حتى عم نحكي على الزيوت المضافة. فهون وين هول الخفايا تينا اللي الشخص وقتها يحس حاله طب انا ما عم بضعف، وين عم يكون عم بيزيدهم. طب مش افضل واحد يعني ينتبه اكثر على الدهون المشبعه يلي بنعرف انه موجوده بالجبنه باللبنه باللحمه، من ما نخفف من هول الدهون الصحيه؟ اوكي، اكيد تينا نحن مهم كثير انه نكون عم ننتبه على الدهون المشبعه ونعرف نحن كيف بدنا ناخذها غير مشبعه. ومثل ما قلت لك انه نحن وقتها ناخذ غير مشبع يعني وعم ناخذهم ونعمل البالانس عندنا بدون ما نفكر، ما رح ننصح ما رح ننصح. ولكن اذا انا بدي نقص وزني، يعني هون عم كون كثير دقيقه، اذا بدي نقص وزني مجبوره احسب لهم حسابهم. اذا انا عم باكل اكل منوع، هلا هون بيجي عندك ريجيمات معينه، برجع بذكر ريجيم الكيتو اللي هو بيقول لك ما تحس بحساب الزيوت، هلا ما تحس بحساب لفتره معينه، عده اسباب بحكي عنها بعدين وانا حكي عن الكيتو. لازم نرجع نعمل حلقه عن الكيتو 100%. 100%. بس هيدا كله بيضعفك، ولكن انت بعد ما ضعفتي وضعفتي للوزن المطلوب بعدين بصير الجسم بده يحسب الوحدات الحراريه تلقائيا. فبدنا نحسب حساب نحن مظبوط الكميات اللي نحن بدنا ناخذها. فهي هيدي الفكره يعني. واخيرا كمان هون حبيت اوضح كل هالامور للمشاهدين، وقت اقول ملعقه صغيره وملعقه كبيره، هيدي الملعقه اللي هي منا معرمه، مشان هيك وقت نحكي على الزيت خلص معروف قديش ساع يعني حطيت زياده رح يوقع. أكيد. بس وقت تحكي انت على المايونيز مثلا رفيقه تحطي ملعقه معرمه، فدايما نحن معلقنا ما بنقول لها هي مش معرمه، الملعقه اللي هي ممسوحه، فكمان هيدي بتختلف بين شخص والتاني. وهون بتصير مشكله اكبر يمكن لما الواحد يتناول اكل جاهز او اكل من برا. طبعا يعني الواحد ما بيعرف قد في مايونيز بهالساندويتش. اذا هو عم بده مزبوط يكون عم يشتغل وبفتره معينه يكون دقيق، طبعا بده يحسب هو حسابه، بده يعملوا يا من دايت محل مثل عنا بنبعث لهم اكل بيكون مدروس 100%، يا شخص يعرف اكثر بده يكون بالبيت عم يعمله. رندا ثانك يو لهالمعلومات. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومن بعدها مكملين لايف.